تتواصل فعاليات مهرجان ثقافتنا في أجازتنا بمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة. تضمن الاحتفال عرضا فنيا لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة. هذا البرنامج بيمتد طول شهر اغسطس لمده ثلاث ايام في الاسبوع، خميس وجمعه وسبت. النهارده كان احتفال خاص تحت رعايه الدكتوره نفيد الكيلاني وزيره الثقافه والدكتوره منال عوض محافظ دمياط، وشرفتنا بالحضور وشرفنا ايضا بالحضور الاستاذ عمرو بسوني رئيس الهيئه العامه لقصور الثقافه. بالتزامن مع هذا البرنامج موجود النهارده معنا في دمياط الجديده معرض الرابع للكتاب. هذا البرنامج بيهدف للتوعيه الثقافيه للمجتمع، كما انه هو يهدف للترفيه، لان بتحضر فرق فنون شعبيه من كافه انحاء الجمهوريه. هذا البرنامج بيقدم في محافظه دمياط للموسم الثالث، بيقدم في مكانين، في راس البر والحديقه المركزيه بدمياط الجديده، وقد لقى السنوات السابقه نجاح كبير، ونتمنى ان هو يلقى نفس النجاح في هذا العام باذن الله. اتفرجت على فرقه الفنون الشعبيه لمحافظه بورسعيد وكانت جميله جدا وادائها رائع والحركات جميله والخطوات حلوه قوي والناس كلها كانت مبسوطه بجد كانت احتفالية حلوة قوي، وهنا نورت.